استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوه دفاع البحرين وفدا من المجلس الوطني بجمهوريه السودان الشقيقه برئاسه المعالي البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني بجمهوريه السودان الشقيقه بمناسبه زيارتهم للمملكه بحضور معالي السيد احمد بن ابراهيم المله رئيس مجلس النواب وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوه دفاع البحرين برئيس المجلس الوطني بجمهوريه السودان والوفد المرافق مشيدا معاليه بعمق العلاقات القائمه بين البلدين الشقيقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات